افتتاح مطعم باريلا بولاية شمال بالتحديد في نفط عمان الواحة في ولاية شمال بالتحديد في لزق. هذا المطعم بمناسبة الافتتاح مضبطينكم بعروض على معظم الوجبات مالهم. تابع الإعلان كامل واستفيد منه وانشر. طبعا كل اللي تشوفه هنا قدامك كل المنيو عليه تخفيض، كل شيء له تخفيض معين. تعال أخبرك على أقوى تخفيض عندهم. متخيل مع أنه هذا البرجر مع الشيبس ب700 بيسة بس، ونفس الشيء تشيكن كريسبي مع الشيبس ب800 بيسة. هذا العرض لمدة أسبوع. إذا بغيت الفخامة البرجر ستيك اللحم، تخيل أنه سعره بس ريال و200 بيسة مع الشيبس. واستلم تضبيط في البيتزا، حجم الوسط من 3 ريال صار 2500 ريال، جميع الأنواع اللي موجودة في المنيو. تعال واطلب اللي تريده. تعال على التضبيط على الفرايز الكي اف سي، تخيل انه هذا كان سعره 2 ريال الحين ب1 ريال و500. تعال هذا الفرايز التشيز ب600 بيسة بس، هذه الاسعار لا تفوتوها. تعرف ان هذه السندويشة اللي تسد حال ثلاثة كانت ب1 ريال و400 صارت ب1 ريال، بغيت اللحم او الدقاق متوفر عندهم ما شاء الله. واذا بغيت صحن الفلافل هذا ب500 بيسة بس. كل انواع العصائر متوفره عندهم وكلها عليها تخفيض، اي نوع تريده. بغيت الافوكادو هذا مال الفيتامينات نفس الشيء عليه تخفيض، هنا عليه تخفيض، كل نوع من العصائر عليه تخفيض من طرفي. محطه نفط عمان في واحد سمايل هذا المكان المرتب.